السلام عليكم متابعي قناة معلومات تهمك الكرام. من هو خطيب الأنبياء؟ خطيب الأنبياء هو لقب أطلق على نبي الله شعيب عليه السلام، وقد سمي بهذا الاسم لفصاحته وبلاغته وعلو عبادته في دعوة قومه إلى الإيمان بالله عز وجل. ولقد بعث الله سبحانه وتعالى النبي شعيب إلى قوم مدين أو أصحاب الأيكة الذين كانوا ينقصون الميزان والمكيال. ازدعاهم النبي شعيب بعدم انقاص المكيال والميزان، لأن ذلك يعتبر غشا وخداعا وكذبا، والله عز وجل لا يرضى بذلك. وقد وردت قصة شعيب في القرآن الكريم 4 مرات في كل من سورة هود والإعراف والعنكبوت والشعراء نسب النبي شعيب. لقد تعددت الآراء حول نسب النبي شعيب عليه السلام، حيث قال ابن إسحاق أنه شعيب ابن ميكائيل ابن يج ابن يشجر ابن مدين ابن إبراهيم الذي يعني بالسريانية بنزون. وقد قال أهل التوراة أنه شعيب ابن صيفان ابن عيفة ابن ثابت ابن مدين ابن إبراهيم، مكان إقامة قبيلة مدين. هم قوم عرب سكنوا في بلاد الحجاز في الجهة التي تأتي بعد بلاد الشام القريبة من خليج العقبة من الجهة الشمالية. وقد كانت مدينة مدين التي كانت قريبة في أرض معان التي تقع على أطراف الشام القريبة من بحيرة قوم لوط الذين كانوا بعدهم بفترة قصيرة. وكان قوم مدين في دين إبراهيم عليه السلام دين الإسلام الذي يمثل دين جميع الأنبياء، وهؤلاء القوم لم يبقوا لفترة طويلة نتيجة كفرهم بدين الله عز وجل، فقد كانوا أصحاب تجارة وسلع ويحبون المال بشكل كبير، كما كانوا يعبدون الأيكة التي هي شجرة من الأيك التي يوجد حولها غيضة وهي أشجار منتفة على بعضها. وبالرغم من كفرهم فقد كانوا ينقصون المكيال والميزان ويأكلون المال الحرام، بالإضافة لذلك كانوا يقطعون طريق المارة ويعترضون القوافل ويعيثون في الأرض فسادا. دعوة النبي شعيب لقومه: أرسل الله عز وجل النبي شعيب لقومه لهدايتهم ودعوتهم لعبادته وحده لا شريك له، ولنهيهم عن الإنقاص في المكيال والميزان، وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر، فالقليل من الحلال خير من الحرام الخبيث، إذ أن الكثير من الحرام ممحوق لا خير فيه ولا بركة. ولكن قومه قابلوه بالسخرية والاستهزاء ولم يستجيبوا لدعوته وتمادوا في أفعالهم، فأنزل الله عز وجل عليهم العذاب الشديد وجعلهم عبرة لغيرهم من الأقوام، إذ رجت بهم الأرض وزلزلت زلزالا شديدا فأزهقت جثثهم. وفاة نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام: توفى النبي شعيب بعد هلاك قومه بمدة من الزمن، حيث مات في الأردن ودفن فيها، ويوجد قبره في وادي شعيب، هو مقام معروف ومشهور. وهناك بعض الأقاويل التي تتحدث عن موته في مكة، حيث دفن هو ومن معه من المؤمنين في قبر تقع غربي الكعبة بين دار بني سهم ودار الندوة. شكرا لحضراتكم على مشاهدة الفيديو، وأرجو ألا تنسوا الإعجاب به والاشتراك في القناة.